أضخم الحيوانات في العالم. الضفدع الشيطان تعتبر الضفادع من أكثر الكائنات روعة وتنوعا، وهي صغيرة في العادة ويمكنك غالبا وضعها في يدك، لكن عام 2008 اكتشف العلماء ما قد يكون أضخم ضفدع عاش على سطح الأرض، ويسمى الضفدع الشيطان، ويزن حوالي 4 كيلوغرامات ونصف، ويصل طوله إلى 40 سنتيمتر. هذا الضفدع منقرض، لكن له أقرباء تدعى الضفادع ذوات القرنين، تعيش حاليا في أمريكا الجنوبية وهي أقل منه حجما. كان لهذا الضفدع مزاج سيء، فقد كان يلتهم أي شيء يمكنه التهامه، وكان له درع واق وفك ضخم يلتقط بواسطته فراخ الديناصورات بعد أن تفقس عندما كان موجودا قبل 70 مليون سنة. خفاش الثعلب الطائر. يعيش هذا الخفاش العملاق في غينيا الجديدة شمال أستراليا، ويوجد متعلقا بأغصان الأشجار ويتناول الفاكهة ورحيق الزهور، ويختلف عن باقي أنواع الخفافيش بأنه لا يستطيع تحديد المواقع بواسطة الصوت، وعوضا عن ذلك حاستا الشم والرؤية لديه متطورتان جدا. يسمى هذا الخفاش بالثعلب الطائر للشبه بين رأسه ورأس الثعلب، وهو مهدد بالانقراض نتيجة للصيد وللحصاد المكثف للمحاصيل التي يتغذى عليها. أضخم أرنب في العالم. الأرنب داريوس الذي يصل طوله إلى 1.30 متر ويزن حوالي 22 كيلوغراما هو رسميا أضخم الأرانب في العالم. يبلغ حجمه حجم كلب كبير، لكن لديه منافسا وهو ابنه جيف. يعيش هذا الأرنب وابنه مع عائلة بريطانية، ويكلف إطعامهما أكثر من 4000 دولار في السنة، فهما يتناولان 2000 جزرة و700 تفاحة في السنة الواحدة. سلاحف غالاباغوس. تعرف السلاحف بأنها تعيش لأكثر من 100 سنة، لكن السلاحف الموجودة في جزيرة غالاباغوس تصل إلى عمر 150 سنة. هذه السلاحف هي الأضخم في العالم، ويصل طولها إلى 1.80 متر، ويزيد وزنها عن 400 كيلوغرام. أطول قطة أليفة في العالم. تعرف القطط الأليفة بأنها صغيرة الحجم، لكن ستوي كان ضخما بشكل غير اعتيادي. حمل الرقم القياسي لموسوعة جينيس كأضخم قط أليف. يصل طوله إلى 123 سنتيمتر عندما يمد جسمه بالكامل. لسوء الحظ مات ستوي بالسرطان عام 2013. قنديل بحر نومورا. هذا النوع من قناديل البحر ليس فقط الأكبر من نوعه، لكنه كبير حتى بالمقارنة مع الإنسان. يصل قطره إلى مترين ويزن 200 كيلوغرام. يعيش هذا النوع بشكل رئيسي في البحر بين اليابان والصين. الحبار العملاق. يعيش الحبار العملاق في أماكن مظلمة في أعماق البحر، لذلك تصعب رؤيته أو التقاط صور له وهو على قيد الحياة. مع ذلك توجد له صور قليلة واضحة، لكن معظم المعلومات عنه حصلنا عليها من الجثث التي جرفتها الأمواج إلى الشاطئ. أضخم حبار عملاق تم إيجاده كان بطول 18 مترا، وكان يزن 1000 كيلوغرام. العنكبوت آكل الطيور. يمكن لهذا العنكبوت أن يصل إلى طول 28 سنتيمتر ويزن 120 غراما. يستطيع هذا العنكبوت أن يصيد الطيور، لكنه غالبا ما يتناول الحشرات. طول أرجل هذا العنكبوت أقل من أرجل عنكبوت هانتسمان العملاق، لكن بالنظر إلى الكتلة والوزن فالعنكبوت آكل الطيور هو الأكبر في العالم. أطول أفعى في العالم. أفعى البايثون المزركشة والمسمى مادوسا يصل طولها إلى 7 أمتار و67 سنتيمترا، وتحمل الرقم القياسي كأطول أفعى تعيش في الأسر. هذه الأفعى تملكها شركة فولمون برودكشنز في مدينة كانساس الأمريكية، ويبدو أن الطاقم غير خائف من الأفعى، فهم يأخذون الصور معها. أطول بقرة في العالم. بلوسوم هو اسم أطول بقرة في العالم، وقد كانت أطول من معظم البشر بارتفاع حوالي 190 سنتيمتر. حقيقة حملها للرقم القياسي حماها من أن تكون طعاما للبشر، لكن لسوء الحظ فقد ماتت عام 2015 بعد تعرضها لإصابة في القدم. المثير للدهشة أن والديها كانا ذوا حجم طبيعي. أطول حصان في العالم. سمي هذا الحصان باسم بيج جيك، وكان أطول حصان في العالم عندما كان بعمر 11 عاما فقط. يبلغ ارتفاعه 210 سنتيمترات، وكان ذا شخصية عنيدة، لكن طباعه صارت أهدأ مع تقدمه في السن. أضخم السنوريات في العالم. وفقا لموسوعة جينيس، فأضخم حيوان من فصيلة القطط هو هيركوليس،
وهو من ذكور حيوان اللايجر، والذي ينتج من تزاوج أسد ذكر وأنثى النمر، ويبلغ طوله 3 أمتار و30 سنتيمتر مع حساب الذيل، ويزن 418 كيلوغرام. يعيش هيركوليس حالياً في فلوريدا، وقد ظهر في العديد من برامج التلفاز والمجلات في الولايات المتحدة. يوجد حيوان شبيه باللايجر ويسمى تايجون، لكنه أصغر قليلاً، ويختلف عن اللايجر بأنه ينتج من تزاوج ذكر النمر وأنثى الأسد. الكلب زوس. تعتبر الكلاب إحدى أكثر الحيوانات شعبية في العالم، فهي حيوانات أليفة رائعة والناس يحبونها. أضخم كلب في العالم كان يسمى زوس، وهو كلب دنماركي، وكان ارتفاعه 1.1 متر ويزن 70 كيلوغراما. عندما يقف على رجليه الخلفيتين كان يصل طوله إلى 2.26 متر. لسوء الحظ فقد مات زوس عندما كان بعمر 5 سنوات عام 2014. عند الاعتماد على الوزن بدلا من الطول، فإن كلبا من نوع ماستيف الإنجليزي يحمل الرقم القياسي لأثقل كلب في العالم بوزن 128 كيلوغرام. سمكة السلور. عام 2005 حصل صيادو السمك المحليون على صيد ثمين في شمال تايلاند، فقد استطاعوا سحب سمكة سلور عملاقة بوزن 293 كيلوغرام، مما يجعلها أضخم سمكة مياه عذبة يتم صيدها حتى الآن. بلغ طول تلك السمكة 2.70 متر. أضخم تمساح في العالم. تم إيجاد هذا التمساح من قبل فريق لاصطياد التماسيح في الميسيسيبي، ووصل وزنه إلى 330 كيلوغرام وطوله إلى 4.7 متر. وفقا لفريق الصيادين، فقد أخذ التمساح 4.5 ساعات ليتمكنوا من اصطياده، وكان ضخما للغاية بحيث لم يستطيعوا حمله إلى القارب. هذا يحطم الرقم القياسي لأكبر تمساح تم الإمساك به من حيث الوزن. أضخم دب في العالم. كان أحد الصيادين يتجول في ألاسكا مع رفاقه سعياً لاصطياد الغزلان عندما عثر على آثار للدببة. بعد بضع ساعات من تتبع الأثر، قام الصياد بإطلاق النار على الدب شديد الضخامة، والذي وصل طوله عندما يقف على رجليه الخلفيتين إلى 2.70 متر، ويعتبر أكبر دب قام صياد باصطياده على الإطلاق. خنفساء تايتان. تبدو هذه الخنفساء عادية إلى أن تدرك حجمها، فطولها يصل إلى 16 سنتيمتر، وهي إحدى أكبر الحشرات التي يمكنك إيجادها. تتواجد في العادة في غابات أمريكا الجنوبية. أضخم القوارض في العالم. يسمى هذا النوع من القوارض كابيبارا، ويسميه بعض الناس الهامستر العملاق. يعيش بشكل رئيسي في أمريكا الجنوبية بجانب الأنهار والبحيرات، ويصل طوله إلى 1.30 متر، ويصل وزنه إلى 50 كيلوغراما، لكن إحداها بلغت 91 كيلوغراما. يحب هذا الكائن العيش في مجموعات، وتربيه بعض العائلات حاليا كحيوان أليف. الحلزون الإفريقي العملاق. وهو أكبر حلزون في العالم، ويبلغ طول الصدفة وحدها 18 سنتيمتر. تتم مصادرة هذا الكائن إن وجد مع أحد المسافرين في المطار، فبعض الناس يربونه كحيوان أليف، لكنه يعتبر آفة طبيعية، فهو يمتلك شهية كبيرة ويتناول العديد من أنواع المحاصيل، ويمضي النهار ساكنا تحت الأرض ويخرج لتناول الطعام في الليل. السلمندر الصيني العملاق. يصل طوله أحيانا إلى 180 سنتيمتر، ويعيش في البحيرات والجداول. يعتبر كائنا مهددا بالانقراض، وذلك نتيجة للتلوث ولتقلص بيئته الطبيعية. كذلك يتم اصطياده باعتباره وجبة شهية ولاستخدامه في الطب الصيني التقليدي. يملك السلمندر الصيني بصرا ضعيفا جدا، ويستعيض عنه بالإحساس بالاهتزازات بواسطة الجلد. يعرف هذا الكائن بإطلاقه أصوات عديدة، منها ما يشبه النباح، وأحيانا يشبه صوته صوت بكاء الرضع، لذلك يسمى في الصين بالسمك الرضيع، مع أنه ليس من أنواع السمك. نجم البحر العملاق. يعيش هذا الكائن في مياه القارة المتجمدة الجنوبية، ويبلغ طوله 60 سنتيمتر، ويتغذى على الكائنات اللافقارية مثل الأنواع الأصغر من نجم البحر. دودة الأرض العملاقة. يبلغ طول هذه الدودة في العادة 90 سنتيمترا، لكن بعضها بلغت 72 سنتيمترا. تعيش هذه الديدان في أستراليا، ويصل عمرها إلى 10 سنوات. نادرا ما تصعد هذه الديدان إلى السطح، لكن يمكن تحديد موقعها من خلال الصوت المسموع الذي تحدثه أثناء تنقلها داخل الأنفاق. الجرادة العملاقة. يدعى هذا النوع من الجراد
بديناصور عالم الحشرات، فهو لم يتغير كثيراً منذ 100 مليون سنة. بلغ وزن إحداها 270 غراماً، وهي بذلك أثقل حشرة في العالم، لكن نتيجة لوزنها الثقيل فهي غير قادرة على القفز. رغم حجمها الكبير فهي لا تشكل خطراً على البشر. تعيش هذه الحشرات على الشجر، وفي الشتاء قد تتجمد داخل قطعة من الجليد، وعندما ينتهي الشتاء تستيقظ من سباتها كأن شيئاً لم يكن. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضاً ادعمنا باللايك.